هنا خنوش خرج علينا ما كنحملوكش يا خنوش والله الوطن على البوطه سيدي حنا غير ضعاف راه ما عندناش 840 راه كتجينا شويه غاليه خلاو فيها وقال لك مازال يزيدوا يغلي فيها وصلوا ل 150 درهم الدرويش راه ما يعيش ولا سرقكم ما خاصكش باش حاج ولد يسرق باش ياكل خاصك باش حاج ولد اللي خلاها بالجوع اليوم نقول الحكومه اللي هي مشكله بثلاث الاحزاب اللي غادي نقول لكم باش بينوا الشعب المغربي حطوا السقالة ديالكم وسيروا بحالكم متتبعين جهة صوت العدالة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بعد الضجة حول غلاء وارتفاع يعني التسعيرة ديال البوطاغاز جينا وانتقلنا للشارع المغربي بالضبط الشارع الرباطي وسولنا الرباطيين كيفاش غادي يديروا مع هذا الغلاء لا سيما وحنا على أبواب عيد الأضحى متتبعين جهة صوت العدالة بقوا معنا في هذا الروبورتاج باش نعرفوا آراء المواطن اللي نشاهد الله غالبه ولدي ما عنديش فلوس حولي واش مشينا للسوق وكيقول لك 80 90 حولي وانا خدام انا ما خدامش انا عبيطه اللي كان انا كنسعى غير الله بيني وبين الله اللي لقيت الحباب بحال جاكم راه كيعطوني انا الناس الجيران ديالي ملي كيدحوا كيعطوني طريفات ديال اللحم واش غنشري انا حولي ب 80 راه بزاف عليا بزاف هادشي راه ما غاديش يجي بخير نقول الحكومه اللي هنا العيد اللي هذا العام هذا اللي واحد الثمن خيالي كيفاش غادي يعيد هذا المواطن هو اليوم في اسعار اللي قد زاد اليوم الاضعف حولي ديال 3000 درهم ولا 2000 درهم واصل 5000 درهم جبنا حولي من برا من الطليان ها وباغي تبيعو يعني لو ما عندكمش العداد ديال الكسيبه يتلغى فعاد حسن الثاني راه جوج مرات حيدو تلغى عاود الشعب المغربي عاود الازمات اللي كتعيشها البلاد ديالنا راه اليوم كنتمناو رساله ديالنا لصاحب الجلاله اكبر سلطه في البلد خاص هذا العيد هذا اللي ما كانش عندنا النسبه خاصو يتلغى بصفه نهائيا راه اليوم الدرويش ما عندوش باش يعيد اليوم الدرويش حتى ديك البوطه اللي هو كان كيعيش بها باش يسخنها اليوم ما غايشريهاش علاش انا 50 درهم قرب 40 ريال راه ماشي زاد درهم جوج درهم راه 10 درهم راه ضربنا 10 درهم في 1000 بوطه شحال عطات ديال الارباح راه هذا هو المشكل اللي كاين اخوان نتمنى من الحكومه حكومه الرعد حكومه الفساد حكومه ديال البلطاجه راه نقول لكم راه عند الله سبحانه وتعالى غتحاسبوا على هذه المسؤوليه هذه راه خاص حتى الوزير الفلاحه يتكلم يقول لنا عروض يخدموا الفلاحه راه اليوم الفلاح الضعيف راه مأزم راه الفلاح الضعيف هذا العام ماش الحواله اللي كان قوت العيش ديالو في العام باش يجمع باش يعيش بيتو اليوم ما داروش علاش طلع الكبش والكبش ماشي ولد العام ولد الشهر 7000 درهم 8000 درهم شكون غادي يعيد اللي عنده مخلص مزيان موش مليون 3 مليون ولكن الضعيف فكرتوا ليه ها الموازين اليوم الموازين مترابط مع العيد اليوم الحكومه قالت هي كاين الدعم للمواطن ها تعدل دوك الناس اللي ما عندهمش تعيد لهم فابور لا كانت حكومه ديال الشعب اللي هنا كيقول رئيس الحكومه اللي شي غرب بكم راه فعلا راك اتربي بالشعب المغربي وهذه رساله للشعب المغربي اللي نقولوا كنا ضد البوطه كنا هذا العام البوطه ما عند شوف نساهم مع رادار شركه فرنسيه توفر حقوق الشعب الفرنسي ولكن في المغرب ما تحققش الطلبات حقوق ديال المواطن انا بالحق نستعمل الضو هذيك 100 درهم غادي اخنوش نستعمل الضو شهر ثلاث شهور ما غنستعملهاش البوطه هذه باش الحكومه ترجع للصواب ديالها ترجع الحقيقة المعاناة اللي كيعاني المواطن أنا هاد العام ما غنعيطش علاش ما غنعيطش إن علاش رابطني دخل المدرسة اللي باش غنشري كتب لولياتي وغنخلص خصني نخلص المدرسة هاد الحكومة هادي فكرت هاد الحكومة عمرها قدمت شي دعم اللي نقول نداء ديالنا نداء الحكومة حطي السوارت وساقلي سيري بحالكي راه اللي نقول لك اليوم الشعب المغربي وعطيت واحد القوة اللي اليوم نتكلموا على البي جي دي اللي عطات واحد الصورة في التسيير ديالها راه كانت الحكومة ديال البي جي دي تخرج بالقرار كانت تعطينا شنو كاين لكن اخ النوش كان وزير الفلاحة شحال من مرة راه اللي نقول اخ النوش راه اخيب ما يكون افسد رئيس الحكومة في التاريخ هي هذه الحكومات
840 راه كتجينا شويه غاليه، راه المعيشه غاليه باش تزيدوا لنا في البوطه، راه ما بغى لا ربي لا عبدو. حنا راه غادي غير هكاك في دين الله بحال هكا، راه ما كدير رزقك. لا ولكن حنا تنشكر الرحبه قبل غلاو علينا اخنوش، خرج علينا ما كنحملوكش اخنوش، الله الوطن الملك خنوش ما كنحملوكش بالكيران، وكما كان عمر الدار كان في يامات الروسطة هذا والديبو يامات كان بالكيران، ما عمرو عرف دراينا كان عاب بالكيران شي جمعنا حنا التلاميذ ولا الديبو ولا لا، حنا علاش غادي ما غاديش نسمعوا له، غادينا باش ناكلوا الحلوى والعصير، تيجمع الناس بالحلوى والعصير وكنستافدوا دعينا معاك، نمشيو ناكلوا الحلوى والعصير تنشبعوا تنخرجوا بحالاتنا، والناس بغات تصنت وعاء راه وعاء، وخا المغرب واعي. شكرا على هذه الكلمه.